جرب 10 استخدامات للخيار. الخيار لتنظيف الحنفية والمرآة. تأخذ قطعة من الخيار وتفرك على السطح الذي تريدين تنظيفه. بإمكانه أن يزيل الصدأ عن الحنفيات ويعيد تلميعها. كما يمكنه أن ينظف المرآة جيدا ويلمعها من دون أن يضر بأظافرك ويديك، على عكس مصاحيح التنظيف. الخيار لانتعاش الأنفاس. تناولت غدائك وليس لديك معجون أسنان أو علكة أو نعناع لتعيد انتعاش أنفاسك، لا تقلقي، فالخيار هو الحل. خذي قطعة منه وضعيها على سقف فمك لمدة 30 ثانية واقضي بسرعة على رائحة الفم الكريهة. الخيار لتلميع الأحذية. تريدين تلميع حذائك الجلدي بطريقة سريعة وفعالة، افركي بقطعة من الخيار سطح الحذاء وسترين النتيجة بسرعة. لمعان وتألق دائم للحذاء. الخيار كممحاة سحرية. استخدم طفلك جدران المنزل ليكتب ويرسم بأقلام التلوين، لا تقلقي، ففرك الجدران بقطعة من الخيار كفيلا بمحي كل الزخرفات التي قام بها ابنك. الخيار لعلاج الصداع. تعانين من صداع رهيب، تناولي بضع شرائح الخيار قبل الذهاب إلى الفراش واستيقظي منتعشة وتخلصي من الصداع وألام الرأس. الخيار طارد للنمل. يستخدم الخيار كطارد للنمل نهائيا عن طريق تقطيع شرائحها ووضعه في اتجاه النمل، وتكرر هذه العملية مرتين إلى 3 مرات وستجد نتائج مذهلة في وقت قصير. الخيار الطازج يمكن تناوله كوصفة شهيرة يعتمدها معظم الناس للحد من الشهية عن الطعام وتقوية الشعور بالشبع، ويعتبره أطباء التغذية مصدرا غنيا بالماء مع ميزة كبيرة في قلة السعرات الحرارية والدهون. قطعي الخيار إلى قطع صغيرة وضعيها في وعاء من الماء المغلي وقم باستنشاق البخار المتصاعد منها، وتمتعي باسترخاء وتهدئة للأعصاب بعد يوم انشاق بالإضافة إلى الرائحة الذكية. استبدل الصودا والكافيين بالخيار أحيانا، فهو مصدر جيد لفيتامين ب والكربوهيدرات التي يمكن أن توفر لكم انتعاشا سريعا وطاقة كبيرة. افركي شريحة من الخيار الطازج على بشرة الوجه كل ليلة وقبل الخلود إلى النوم، وستلاحظين نتائج ممتازة بعد أسبوع أو أسبوعين من خلال الحصول على بشرة ناعمة مرنة وشابة وإزالة التجاعيد منها. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر أعجبني. دمتم بويس. استخداما في المعاملات الدولية حتى إنها دولا عدة خارج الولايات المتحدة.